جينا هنا تبادل طلابي بين مصر وعمان، تعلمنا ثقافة مصر وعطيناهم ثقافة عمان. شعب مصر هو شعب معطاء وشعب محتضن كأسرة عربية. في عندهم آلات وايد حلوة نحن ما موجودة معنا في الجامعة، فكانت تجربة وايد جميلة. خرجنا سايت وتعلمنا الكثير من المواقع ومن البرامج. صراحة نحن سعيدين معهم، نتمنى أن كل طالب يعيش هذه التجربة. هنا هنا في جنة على أرض. برحب ببناتنا من سلطنة عمان ومن فلسطين، مشرفينا في وطنهم وبلدهم الثاني مصر. من كل البلاد بلدنا. ختام لأول تدريب تقوم به الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالتعاون مع المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي. وجلنا العالم الهنا. وإن شاء الله ستنقلوا هذه الخبرات لزمايلكم في جامعات سلطنة عمان وفلسطين، وتبقوا خير سفراء لينا في دولكم. فلسفة التدريب في أي مؤسسة تعليمية مبنية على أساس أن أنا سد الفجوة ما بين اللي بدرسه للطالب من ناحية نظرية وما بين احتياجات سوق العمل. إطار اتفاقية المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، فقد استضافت الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا وأكاديمية علوم الحاسب والإدارة والنظم عدد 8 طالبات من جامعات مختلفة من سلطنة عمان وجامعة القدس من فلسطين، وذلك لتبادل الحقائب التدريبية مقابل ابتعاث 7 طلاب من الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا وأكاديمية علوم الحاسب إلى سلطنة عمان لتبادل حقائب تدريبية. وهذه التجربة نسعد بها، ونشكر دعم مجلس الإدارة الأستاذ دكتور نبيل دابس رئيس مجلس الأمناء، والدكتور وليد دابس نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور توسن دابس رئيس مجلس الإدارة على الدعم المتواصل لإنجاح هذه التجربة. وبإذن الله سوف تكون هذه التجربة فاتحة خير لتعاون أكثر فاعلية مع هذه الجامعات. خالص شكري وامتناني لاستضافة الأكاديمية ضمن التبادل الطلابي واحتضانهم لي كطالبة فلسطينية، وهذا يدل على العلاقة الأخوية بين الشعوب العربية. شعب مصر هو شعب معطاء وشعب محتضن كأسرة عربية. الهيئة التدريسية العظيمة التي وفرت بيئة تعليمية جيدة للغاية، حيث تجمع بين الجزء النظري والجزء العملي، وطبعا تعتبر الأكاديمية منارة موثوقة ومرموقة في مصر. الجامعة قدمت لنا برامج موثوقة ومرموقة وعالية، دربتنا عليها من الألف للياء، وبعدين صرنا نطلع على الورشات الخارجية، فإحنا صرنا نكتسب مهارات أكاديمية، وبالعكس طورت من الأكاديمية عنا ومن التطور الشخصي. طبعا إمكانيات عالية جدا، وبيهتموا بالطالب كتير وعلى سلامة الطالب خصوصا في الورشة، وكان كتير التعليم ممتاز. ما بنسى التاريخ الموجود في مصر، سواء كان الأهرامات أو النيل، ففيها تاريخ جدا موثوق ومرموق، فأنا بشكرهم جدا على احتضانهم إلي. خرجنا للجامعة الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا، تعلمنا على البرامج اللي الأوتوكاد درفت بشكل عام، كل برامج اللي تخص الهندسة. بعدها خرجنا للمواقع، مواقع الهندسية المباني، وذهبنا إلى مصانع، خذينا المصانع اللي معاهم الأسماء، استفدنا كثير من جيتنا لمصر. صراحة استفدنا كثير 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 في أشياء هنا ما موجودة معانا في عمان، واكتسبنا خبرة، حتى احنا فكرنا نفتح مشاريع من عندكم يعني. وهنا في مصر صراحة الطاقة
طاقم الأكاديمي من دكاترة ومن حضرة العميد القائد صراحة جدا جدا كانوا واقفين معانا وما قصروا أبدا في جيتنا من أول يوم لليوم هذا. أريد أشكر دكتور محمد وحضرة العميد الجوهري على وقفتهم معانا، صراحة ما قصروا أبدا، يعتبرونا زي بناتهم وأنا شاكرة جدا ليهم. كنت وايد خايفانة إن بعيش غربة جديدة وتجربة جديدة، بس الصراحة وايد مصر غيرت نظرتي اتجاه الثقافة والتطور، وبصراحة وايد استكشفت إن مصر وايد فيها عمارات وايد فيها تاريخ وايد فيها أبنية. رحنا الزيارات الميدانية، أكثر شيء عجبني في الزيارات الميدانية اللي هو استخراج الرخام وكيف يتم يعني تصميمه وترميمه وكيف يتم صقله وكيف يتم تنظيفه عشان إن بعدين يبيعونه. وأول مرة أشوف هذا المصنع بصراحة وايد عجبني، صراحة وايد يعني استفادة كثيرة واستفادة وايد حلوة. إن نحن شوي دراستنا يمكن اللي تعلمناه أخاف أو شيء، بس هم عطوني شيء مكثف خلال أسبوعين في برنامج وايد استفدت منه، ممكن يفيدني بعدين في الوظيفة أو في عمان. في عندهم آلات وايد حلوة نحن ما موجودة معنا في الجامعة، فكانت تجربة وايد جميلة. في جنة على أرضنا وجلنا العالم الهنا. فرحت كثير لما عرفت أنه أنا انقبلت في هذا التدريب الصيفي باعتباره هو فرصة لن تتكرر، وأيضا يعطيني خبرة أكبر في تخصصات معينة ممكن أنها هي تساعدني في الوظيفة لاحقا. أخذنا كورسات مختلفة في شركات متخصصة في التسويق الرقمي والموارد البشرية. زرنا الكثير من الأماكن منها متحف الحضارات ومجمع الأديان والعاصمة الإدارية الجديدة، واستفدنا كثير أشياء. شفنا الطابع التراثي المصري، العاصمة الإدارية الجديدة حاجة عظيمة جدا، معمارية ضخمة. طبعا فرحت اني يعني اعطوني فرصه ان اجي لمصر، لان اول مره اكون في مصر. خرجنا سايت وتعلمنا الكثير من المواقع ومن البرامج، وطبعا استمتعنا كثير بهالتجربه. طبعا نحن كتخصص هندسه استفدنا كثير من الطلعات والخروجات يعني السايت، ف يعني اكتشفنا برامج ان ممكن ان نستخدمها في بناء مشاريع لنا يعني لنفسنا. هذا البرنامج أتاح لنا فرصة للتطبيق العملي لما تعلمناه نظريا في الجامعة، وحرفيا كان يعني فرصة حلوة أن نستثمر فيها طاقاتنا وجهودنا. في الجامعة هناك كان تطبيق أكثر شيء نظريا، لكن هنا تطبيق عملي، وأيضا في نفس الوقت أن نحن قاعدين هنا نأسس لما تعلمناه حرفيا يعني بالخطوات. تعلمنا هو التسويق الإلكتروني، سوينا محتوى التسويق الإلكتروني في الرحلات اللي أخذنا إياها العميد والدكتور محمد في مصر، وأيضا في الشركة الثانية يعني تو نحن بادين نتعلم الموارد البشرية. استفدنا من الرحلة هذه أو من هالبرنامج 100%، بذلنا كل طاقاتنا وكل جهودنا، وطبعا كان البرنامج جدا متميز يعني متمكن. إن كل حاجة هنا في مصر لها طابع مميز، وكل حاجة هنا حبيناها يعني بدءا من ناسها للمعالم التراثية اللي فيها، المعالم اللي هو دمجت بين الحضارات الحديثة مع الحضارة القديمة. حرفياً هاي تجربة متميزة وما تتكرر طبعاً مرة، يعني هي مرة في العمر ما تتكرر. حبيت تعامل الأكاديمية الحديثة من عميد والدكتور محمد والطاقم الإداري كامل. أيضا حبيت المواقع اللي زرناهن، كان فيهن مهندسين جدا جدا كان تعاملهم جميل، أيضا معهم مهارات وخبرات يعني عرفناها لأول مرة، بالأخص العميد الجوهري والدكتور محمد نبوي، وأيضا الطاقم التدريسي وقفوا معانا وقفة من البداية إلى النهاية،
علموني أشياء، جهزوا لي برنامج يعني جدا جميل. البرامج التدريب بحيث أن نحس بالمتعة، صراحة نحن سعيدين معهم، نتمنى أن كل طالب يعيش هذه التجربة. الغرض من التجربة كلها هو تبادل فرص التدريب، فاحنا دلوقتي بعثنا طلبة عندنا بتتدرب في سلطنة عمان واستضفنا طلبة هنا. التدريب هو يعني له فكرة علمية ان هو لازم يكون في تبادل خبرات وثقافات ما بين الدول وبعض، فاحنا الحمد لله قدرنا الطلبة اللي كانوا عندنا عملنا لهم برنامج جيد للتدريب وكان متميز الحمد لله، وهم شكروا فيه واستضفناهم بشكل جيد الحمد لله. في إطار توجيهات السيد معالي وزير التعليم العالي فقد عقدنا شراكات كثيرة مع الصناعة وشراكات دولية مع أكاديمية سيسكو وشراكات دولية مع أكاديمية هواوي، وعقدنا بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، وذلك لدعم أواصر التعاون بين الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا وبين قطاعات الصناعة، وذلك لتحقيق رؤية ورسالة الأكاديمية. في الدنيا دور ودور، قولي فين تشوف تصور، سحر يعيش سنين تصور، كل ده عندنا عشاك دي توخ شكوف شكالي استواغ سيني في كنسيلي غرب وبيت سيزي لكسوغ البلاد لحسن اتباع التعليمات والتعاون والتفاني والاجتهاد للاستفادة من تلك الفترة التدريبية، ولكم منا كل التقدير والاحترام والحب.